السلام عليكم خاوتي الزول الشمزائري داخل وخارج الوطن، مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينا كديزاد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية، ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف، وفي خطر الهيشر والزعم الهيشر وقصيدة محروقة. واش نقول لك؟ واش داك الوادي يا زيتونة يا خويا؟ شن نقولكم اليوم؟ سقوط عصابة سيدي موسى بالضربة القاضية والقاضية وخروج المتملقين وزعماء المتملقين. غادي نتكلم غاية وليد الصادي رئيس الاتحادية الجزائرية حتى مارس 2025 لتكملة عهدة مارت الفاف المعين، وزفزاف جارية عصابة سيدي موسى. وليد صادي ابن مدينة واتسوف الصحراء العميقة رئيس الاتحاد. مبروك لوليد صادي، من هذا المبا نقول لك ربي وفقك ان شاء الله، سنكون بإذن الله كما يقال نساندك للعمل الخير، ولما تخطئ سننتقدك أشد انتقاد، وإذا لا قدر الله لم تكن عند حسن ظن الجماهير الجزائرية فسنطالب برحيلك مثل ما طلبنا من السابقين، ولكن سنعطيك وقتا حتى 2025 لأنك تستحق نعطوك وقت، لأنك شاب طموح ابن عائلة ولد فاميليا اشتغلت مع الحاج معمروة، نعرف نيتك بلي ماك جاي تخون ودير لي زافير بالاتحادية، انت انسان نعرفوك من عائلة راقية، لهذا سنعطيك وقتا ونعرف النية تاعك من ترافيرز الكواليس تاعنا، ترافيرز عدة امور، انت انسان تستحق نعطوك فرصة، وسنعطوك فرصة حتى 2025 من اجل ان نحكم عليك. والبان كيما يقولك العام يبان مخريفة، دوك نجي لكم في حصص في خاطر عصابة سيدي موسى وزعام الهيشر وبارونات، كاين بارونات بزاف، كاين بارون التحكيم، بارون تخرجي، بارون التلفزيون العمومي، بارون كاين نحاس باصا، كاين ليه ليه ديني هكذا انا وغزيري هي النوار وقصيده محروقه ليه ليه ديني هكذا. اليوم سقطت جدار عصابه سيدي موسى في مركز سيدي موسى بضربه القاضيه وبالاجماع من الهيشر تاع ابن ويوي، حاشا كان واحدين يعدون بالاصابع ولكن اغلبيتهم بني مبي، وبني مبي يعني جايكم مش اليوم فوطيتوا بالاغلبيه السادي سميني رتكم حاجه كبيره، ثم بني ويوي وكما يقولوا ما عندكم حتى اعلام، وهذا نقول لكم باللي الغايطه غادي نجبدها بني ويوي. ولا خاوتي شنقول لكم؟ أني في أتم السعادة من لست من أجل وليد صادي، أني سعيد أتم السعادة بسقوط عصابة سيدي موسى، ولأول مرة منذ 2020 بالماضي لم يعين رئيس الاتحاد والدولة عينت، على بالنا بلي صادي هو مرشح السلطة تقريبا تقول معين مكاش مشكل، لكن مرشح يستحق
أن نعطوه فرصة. إنسان شاب شفته الندوة الصحفية نديروا ليها إن شاء الله حصة. أنا اليوم جاي نفرح مع الأصدقاء، مع الناس اللي كانت كومونتي لي وكتعلق لي. سمحوا لي لم أقدر على الإجابة في الخاص وفي الصفحة، حبيت نخليكم تعيشوا اللحظة. عطيتكم الإطمئنان في الحصة، استوعي اللي راهي في لا بونفوا وهي تتمشى مليح وعلى بالنا شكاين، وانا صافي 7 اشهر ولا 8 على بالي باللي زفيزف لن يعمر في الاتحاد الجزائري. وقلت لكم كاين تسونامي في عز الصيف وسيكون وليد صادي رئيس الاتحاد، وكان لنا ذلك رئيسا للاتحاد الجزائري يستحق ان نكون له حظ موفق، ولكن نحن سندعمك بطريقة إيجابية، ولكن سنعطيك، سنتكلم عن أخطائك، سنتكلم في حالة وقوع مشاكل في الاتحاد، سندافع عن المظلومين في حالة هذه الاتحادية ظلمت نادي أو ظلمت شخص. أقسم برب العزة سأتكلم عليها بكل شفافية، سنعطيكم كل تفاصيل الاتحادية في الكواليس، في الإيجاب وفي السلب، أن المصداقية تاعي ما عندها حتى ثمن. هذا الإنسان حابينه ينجح، أنا حابينه ينجح، ولكن لما يخطئ لن ندافع عليه وسنتكلم عن أخطائه. أخوتي ما تزعفوش مني، الناس اللي تحب صادي ولا تحب راو وراو، أنا تكلمت عليه في أمور إيجابية وقصفته في عدة أمور. حتى وليد صادي سنعطيه حقه من النقد ومن الإيجاب. انا شوي كومسا، انا كمان ما ننتقدش ما نكونش مليح. سمحوا لي خو، انا الانتقاد زايد عندي، زايد فيه، انا انسان ناقد. من هذا المنبر لكم خاوتي، انتخابات كانت شفافه بالصندوق بحضور اعضاء الكاف واعضاء الفيفا، وكلام قالوا اعضاء الفيفا حنتكلموا عليه في حصه ان شاء الله على واش قالوا اعضاء الفيفا. قال كلام في صالح وليد صادي، وشفنا لكم، شفتوا صور عندنا حصرية من مأدبة الغداء سنتكلم عليها بإذن الله. لهذا نقول لكم إصابة سيدي موسى ليهني يهديني هكذا، هذه حصة تاع الفرحة زاد شي صاب سيدي موسى معاك العفيلة سيدة محروقة واش داك الوادي يا زيتونة راح الغالي راح وراح الغالي راح وراح الغالي راح وراح الغالي راح غادي نشوف يا غادي نفحششكم هاد الكاميرا الفيديو البارونات واش راه جايك البارون نجيب لك كرونج الاحداد ها البارون واش راه يقرا عليك ها عصابة البارون ها نحاس البصر ها والدواصل اللي راهم عندي وبالأدلة الحية وخلي الهايشر تاعك ولي باش تاعك يهضروا يجيني يضحكوا يقعدوا يبعثوا لي في الكافي نضحك قلت خلو مول الفانتيا نهضروا نهضروا مول الفانتيا راح نخدمنا بالخفاء وعندي كاع التحركات تاعك ايه واش داك الوادي يا زيتونه وحصابة سدي موشا واه نتلعب متملقين نصعفكم رجال ريح ومعارضين نحتاجكم معارضين ما نحتاجوش الشياطة اللي يضرب منا ما هوش الراجل قعود مناقد قعود معارض انا هذا الصادي باذن الله الأمنية تاعي ننتقده انتقاد بناء هذا ما كان ولكن سندعمه وسندافع عنه من العصابة باسكو العصابة غادي تمشي هذا الإعلام مشكل هذوك العزماء على عايشة تاع لي ريزو سوسيو هذا ما سي لا بوفال هذوك لازم اونيوريهم ولكن الإعلام وخلاط ما لهيتهمش باسكو كنت عندي أشغال بزاف هاد اليامات ولكن بعد أسبوع غادي ندي عطلة ونغيط لكم ليه ليه هديني لي هكذا
إيه جا قصيدة محروقة في خاطر زفزاف، في خاطر عمارة الفيعاف، في خاطر بن حمزة تاع سعيدة، في خاطر قادة شعبان تاع بسكرة، في خاطر الكركودي تاع تموشنت، في خاطر البارون تاع التحكيم، في خاطر الحارس المصاخ، في خاطر وفي خاطر في خاطركم قاع. نقول لكم حاجة، الليل يا ليلى يعذبني ويقول يسلم على ليلى. خوتي اليوم انا بغيت نفرح معاكم انتخاب تصدسي، انتخاب صادي ب76 صوت بالاغلبيه الساحقه وبالصندوق وبحضور كل الهيشر من صحافه هيشريه حاشر الرجال ومن بني ويوي و و و ما خوفي احد. خوتي انتظروا خبطكم بتحاليل قوة وبأخبار وبعدة أمور، خاصة السيجي تاع البارون، بارون التحكيم الجزائري. أخ لا تحسيتك شا غادي نغير لك. حيا لكم ليكم شعب جزائري. 1 2 3 ريفا قرار جديد.